بكم من جديد. يواجه العام الدراسي في السودان حالة من الإرباك في ظل مضي أكثر من 3 أشهر على إضراب المعلمين المتواصل، ورغم ذلك لم يتوقف معلمو مدارس المكفوفين عن أداء مهامهم نظرا لخصوصية الفئة التي يدرسونها، مع تأكيدهم على عدالة مطالب زملائهم المضربين. 3 أشهر مضت وإضراب المعلمين السودانيين مستمر، حالة من الإرباك تعصف بالعام الدراسي دون حلول حاسمة في الأفق القريب، غير أن معلمي مدارس المكفوفين رغم إيمانهم بعدالة مطالب زملائهم المضربين فإنهم لم يتوقفوا عن أداء مهامهم التدريسية. الإضرابات نحن ما سرت علينا، بحيث أنه لأنه نحن كنا فعلا بدنا متأخرين، ويعني عوضنا بفترتنا اللي هو عشان نعوض. نحن شخصيا ما أثرت علينا الإضرابات. يعني عدم قدرة الأهالي على تأمين دروس التقوية لأبنائهم دفع بمجموعة شبابية متطوعة للقيام بمهمة مساعدتهم على مراجعة الدروس. بجد الناس لو ما راعت للفئات دي معناتها يمكن أنه العملية التعليمية ما أدت دورها، تمام؟ لذلك أنه تكون تهتم بفئات وتهمل فئات ده جانب ما صح، تمام؟ والإنسان هنا لما يجي يعمل بيجي من أجل شنو؟ يقدم خدمة إنسانية. بين جدران معهد النور تميز الطالب المكفوف محي الدين محمد، لكنه بشهادة معلمه يتمتع باستيعاب وسرعة فائقة في الكتابة. دي المكتبة الأهل بنكتب فيها كل الحاجات اللي دارين نكتبها، وبنكتب بالقلم، القلم والمكتبة، وبنخط الورقة جوا المكتبة كده، وبنقوم نكتب الدارين، نكتب بجاي والورقة، بعدين بنقرأ من الشمال لليمين. هسه أنا كده كتبتها أنا أحب بلادي. 183 طالبا يدرسون في معهد النور لتعليم المكفوفين التابع لإشراف الحكومة المباشر، يعانون ضيق الغرف الصفية إضافة إلى صعوبات تنقلهم يوميا بين البيت والمدرسة. إضراب المعلمين أزمة طالت وما زالت عصية رغم كل الجهود المبذولة لحلها، وألقت بظلالها على الطلبة عدا عن المكفوفين منهم. فقد آثر معلمو فئة المكفوفين على مواصلة عملهم مع كامل تضامنهم مع زملائهم الآخرين، خطوة لقيت ترحيبا واسعا وفتحت الباب لمزيد من التكافل الإنساني. أحمد ضو البيت، التلفزيون العربي، الخرطوم. وللمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الخرطوم السيد أحمد إبراهيم، مدير معهد النور للمكفوفين. أهلا بك سيد إبراهيم معنا. في البداية سيد إبراهيم، كيف تقيم العملية التعليمية للمكفوفين وما آفاقها في السودان؟ سيد إبراهيم هل تسمعني؟ سيد إبراهيم، طيب يبدو أن سيد إبراهيم لا يسمعنا، وإلى حين عودة الضيف معنا ننتقل إلى هذا التقرير. ففي عام 2015 عرضت الممثلة الفلسطينية رائدة طه مسرحيتها ألاقي زيك فين يا علي في بيروت للمرة الأولى قبل أن تجول بها في مختلف المسارح الدولية والعربية. اليوم تعود المسرحية من جديد إلى بيروت، وهي تحكي قصة حياة والد رائدة الفدائي الفلسطيني علي طه. تبحث رائدة عن والدها علي طه الفدائي الذي استشهد قبل 5 عقود عندما كانت في 7 من عمرها. تغضب منه تارة، تعبر له عن حبها تارة أخرى. تخاطبه لساعة في مونودراما مسرحية، تسأل منذ 8 سنوات تاريخ العرض الأول للعمل. ألا إزيك فين يا علي؟ أنا صورتها كيف عشتها وكيف حسيتها هاي الحياة، بجانبها المضحك وجانبها المبكي. فهي وثيقة الحقيقة مهمة كتير عن بعد استشهاد الشهيد كيف تترك عائلته يعني وحيدة. وصار يا عمتي أموت،
ليست قصة رائدة وأمها وعمتها وأخواتها، إلا انتظرنا عامين لاسترجاع جثمان علي فحسب. تقول إنها قصة بيوت فلسطينية كثيرة وأغلب نساء البلاد، يومياتهن، معاناتهن، نضالهن. بتحس حالك معني بغض النظر إذا عندك باكراوند أو ما عندك باكراوند. يعني هي حدا عاش قضية وعاش القضية بعمقها، يعني أخذت الألم والوجع المضبوط. تعود رائدة في ذكرى والدها إلى بيروت، المدينة التي انطلق منها العمل، لتقفل بذلك قصة مسرحية عكست قصة شعب. تؤرخ رائدة في هذا العمل لحياة أسرتها وعموم الأسر الفلسطينية التي عانت من الفقدان، ليكون بذلك عملا مسرحيا من صلب المعاناة والذكرى. محمد شبرع، العربي، بيروت. إذن مشاهدينا نرحب من جديد بالسيد أحمد إبراهيم مدير معهد النور للمكفوفين. سيد إبراهيم، كنت قد سألتك عن تقييمك للعملية التعليمية للمكفوفين في السودان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للاستضافة. وبالنسبة لتعليم المكفوفين في السودان، يعني بدأت مؤخرا، يعني بدأت في الخرطوم بعدد قليل من المكفوفين بحوالي 10 تلميذ في عام 1960 في حجرة كانت نادي، واتطورت من الآباء والخيرين وعمل لها بعض الإضافات، فأصبحت يعني مدرسة بشكل الحالي. وبرضو ما بتستوعب أعداد كبيرة، يعني المدرسة بتستوعب الآن بين 140 130 تلميذ وتلميذة، إلا أن هنالك مبنى خصصت للمعهد إذا كان شيدت بتسعى لستمية تلميذ وتلميذة، وكل المرافق والمناشط المطلوبة بالنسبة للكفيف هيكون هنالك في المعهد الجديد إن شاء الله. طيب، ما أبرز التحديات التي يواجهها الطلبة المكفوفين في معظم مدارس المتواجدة في السودان؟ طبعا التلميذ الكفيف ما بيلقى العناية أو المتابعة التامة من قبل المعلمين، لأنه ما بيتجاوب مع المعلم المبصر، وفي نفس الوقت عندهم طريقة معينة للكتابة والقراءة اللي هو عن طريق كتابة البرايل أو الكتابة البارزة. ففي المدارس العامة ما يوجد معلم متخصص لهذه الطريقة. نعم. طيب، من وأنت مدير معهد النور للمكفوفين، ما هي تطلعاتكم وما هي احتياجاتكم أيضا في المدرسة؟ والله طبعا نحتاج لأدوات أو الوسائل التعليمية وما موجودة في السودان، بتجينا من الدول، من مصر، من السعودية، وهي أدوات ما موجودة في السودان ولا بتصنع في السودان. وثانيا، بالمعهد الحالي ما بتسع لعدد أكثر الفصل، ما بتسع لأكثر من 15 تلميذ وتلميذة. في نفس الوقت الحتة يعني ضيقة شديد، يعني فيها ضيق شديد بالنسبة للمكفوف، يعني ما مصمم ليسي التلاميذ المكفوفين من ناحية الحركة والتعليم والإجلاس، يعني ما مريحة شديد.
طيب كيف تقيم جهود الجهات المعنية في توفير متطلبات الطلبة المكفوفين، وهل لديكم أي تواصل مع الجهات المعنية هنا لتلبية احتياجاتهم؟ والله طيبا هي معهد قومي يا أم جميع تلاميذ السودان المكفوفين بيجوه أو بيحضروا له من جميع ولايات السودان، وهي تابعة حاليا إداريا للوزارة أو وزارة التربية الاتحادية. وطبعا على حسب المعروف بالنسبة لحالة السودان الاقتصادية يعني بفشح في بعض الأشياء، لكن في بعض المنظمات والخيريين قائمين بأمرها يعني من ناحية الغذاءات والوقود، يعني بنعاني لكن يعني الأمور شوية ماشية إن شاء الله. واضح. طيب بالعودة إلى ما جاء في التقرير، هناك مجموعة شبابية قامت بالتطوع لتقديم المساعدة من خلال مراجعة الدروس مع الطلبة المكفوفين هنا، كيف يمكن الربط بين العمل التطوعي وسد الفجوة لتقديم سد الفجوة التعليم لتقديم المساعدة لهؤلاء الطلبة؟ صحيح، طبعا التلميذ الكفيف خلاف التلميذ المبصر، دراسته دراسة ذاتية، فالمتطوعين يعني بيساعدوا التلاميذ في التلقي والمذاكرة ومراجعة الدروس، وهؤلاء المتطوعين جايين من منظمة رؤية. نعم، شكرا لك سيد أحمد إبراهيم، مدير معهد النور للمكفوفين.